أنا لم أقل ذلك، ولم أقل بأن إسرائيل يجب عليها أن تقوم بإلقاء قنابل نووية على غزة، لم أقل ذلك البتة. إسرائيل قد تم مهاجمتها بطريقة بشعة في 7 أكتوبر على يد حماس، التي لا تعير أي اهتمام للشعب الفلسطيني دون قتل اليهود. هذا ما قلته، أن هناك ضرورة للتخلص من حماس بأسرع ما يمكن والانتقال إلى السلم. العالم العربي والمملكة العربية السعودية والإمارات وغيرهم لابد لهم من أن يأتوا إلى العمل بصورة مشتركة من أجل غزة والضفة الغربية، لكن القادة في الضفة الغربية هم قادة فاسدون، والفلسطينيون والشعب الفلسطيني يستحق أفضل من ذلك، والأمن لإسرائيل قد تكون بنتائج أفضل للفلسطينيين بمجرد التخلص من حماس. ثمانون في المئة من الشعب الإسرائيلي يرغبون بتدمير حماس، وهم لا يرغبون تكرار أحداث 7 أكتوبر، لأن حماس قد تفعلها مجددا ومجددا. الشعب الإسرائيلي يتخذ مسارا حذرا في شأن أي عمليات إرهابية قد تأتي من غزة. كل الإسرائيليون يدركون ذلك، فإنهم يرغبون بخطة للشعب الفلسطيني بحيث لا يمكن لحماس أن تعود.